افتتح معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة مركز خدمات المسافرين بمطار البحرين الدولي. وأشار معالي إلى أن مركز خدمات المسافرين هو مركز خدمي يأتي من ضمن المبادرات 24 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والذي يهدف إلى تقديم خدمات مساعدة مبتكرة ومتكاملة لتخليص إجراءات المسافرين، كما أنها تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية الدائمة لمواصلة عمليات التحديث والتطوير. وأكد معالي على أهمية مواصلة التميز في تقديم الخدمات وتطبيق معايير الكفاءة والجودة والتركيز على تقديم التدريب المتخصص وتوفير التقنيات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مشيرا إلى أهمية مراقبة مستوى الأداء لتقديم أداء متكامل يعكس الوجه الحضاري لمملكة البحرين. وخلال الزيارة طلع معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن على آلية سير العمل بالمركز الذي يعمل على مدار الساعة وعلى الخدمات المتعددة التي يقدمها. أتشرف اليوم بافتتاح مركز خدمات المسافرين في مطار البحرين الدولي تابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والذي يأتي من ضمن 24 مبادرة اللي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لتسهيل إجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات وأجودها لهم. لا شك أن هذا المركز يقدم مجموعة من الخدمات من ضمنها استلام جواز السفر في المطار وكثير من الخدمات اللي قد تعيق المسافر، يحلها هذا المركز بكل سهولة مثل تحديث البيانات وأذنيات السفر، دمج المعلومات، تمديد الإقامة بكل يسر، بحيث أن المسافر يقدر يواصل سفره من غير أي تعطيل. وإحنا مستمرين في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في تقديم كل ما هو جديد وتطوير خدماتنا بحيث تخدم عملائنا.